سبحان الله. هذه الكراميل مشهورة بالكويت، وحبيت أتقاسمها مع صديقي آخر قطعة، ولكن وجدتها مفتوحة، فالآن أرميها لطيور النورس. أرميها لطيور النورس هناك. طيب، هناك عش لطيور النورس. سبحان الله العظيم، والإنسان يخاف على رزقه. من الكويت الحبيبة إلى كندا الغالية تأتي هذه الكراميل، نظن أنها رزقتنا، ولكن تكون رزقة النورس إن شاء الله. وانت تخاف على رزقك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.